لك ما تتوقف على العمل بالك ما تمشي داكش للفكره تاعك باه انك ما تكون عندك شهريه كل شهر ومن بعد تولي لازم لك الساعه تدخل وحدك تسمى شويه صعيبه وصعيبه هي حق صعيبه في البدايه بصح لازم كيما يقولوا لانسانك لازم تكون حاب تعوم لازم تعوم لازم يجي وقت لي تقول خصاي هذا الوقت هذا لازمني نمن الفكره تاعي ونروح كلنا فخورين انه يدخل التكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي في الحياه اليوميه للمواطن وان خلقنا تقريبا 20 منصب شغل واننا في الاخير نجحنا وامننا بفكره تاعنا ونجحنا بها. مثلا نعطيك مثال دركا راهي دركا في الوقت الحاضر راهنا المراه ولا والراجل راهم يعملوا الاثنين راهم يعملوا راه المنزل راهو كل وقت راهو فارغ درك يقدر بالتكنولوجيا الحديثه يعرف شكون يدخل المنزل يقدر يشعل انوار المنزل يقدر يشوف المدفأة تاعو هل المنزل تاعو دافئ مش دافئ يقدر يتحكم فيها عن بعد وهذا يسهل له الحياه اليوميه. كانوا بزاف الناس رافضين الفكره انك سماني قلت لك سما عنده نمط عمل معين قلت لك هذاك الزبون تاعك عنده نمط عمل معين ما يقدرش يغيروا في بين ليله ونهار وانت تجي تقول له ها واش نغير لك واش نجيب لك واش نجيب لك هو يمن بالفكره بصح يقول لك انا التطبيق تاع هذاك يكون صعيب في الجزائر وسما والناس ما تستعملش التكنولوجيات كيف وكل شيء والناس ما عندهاش امكانيات جينا صعيبه مع الاول ومن بعد دركا مع الوقت وانتشار حق الانترنت تسمى دركا راهو تسمى انتشر الانترنت مابقاش كي بكري انتشر الانترنت كامل الناس ما عاد فكره عاد اسهل باه الناس توصلها للناس الناس عاد تحوس كيفاه تلقى سهوله باستعمال لي بورتابل الجوال تاعهم ولا حاجه.